انا قاعد في المسرح وقاعد اطلع الاستاذ حسن وقاعد اغني وماسك ايدي اليسار انه ما تسويش كذا. الاستاذ وصل. ايوه السلام عليكم. انا ما حكيت على حالي. استاذ حمدي عاده هو وعبد المجيد ما يجاملونا ويقولون انا ايش الاخطاء اللي عملناها، فاتوقع انه حيقول لي على الكلمه اللي انا لخبطت فيها. كنت عايز اكلمكم في حاجه غير كل مره الصراحه. انا النهارده لما باجي اقول بدي الفلوس، هيثم عنده حصانه، بدر عمل الكليب بتاعه وصوره، مزين ما عملتش ولا صورت. حتى لو عندي حصانه، لان اعتقد ذهبيس كان عندهم حصانه وحصلوا 10,000، وانا ككوري خليجي وغنيت باللهجه اللبنانيه وجبلي، فكان صعب كثير صراحه. انا كنت بعطي 10,000 ريال لالي لانه انا بسادس مرتبه وممكن يكون بخطر. هيثم توه كان يستحق، لانه هيثم دار بيرفورمانس من دون غلطه. انا كنت حاط ال 10,000 لهيثم كولد ولزينب كبنت. ادي ال 10,000 لبدر. هبتدي مثلا ببدر. انا ما كنتش معاك في الاغنيه اللي انت غنيتها امبارح. وكان يتمنى ان انا اغني اغنيه انت الحظ. انت الحظ يعني الاكستريم بتاعتك خالص، يعني حتى رايقه دي برضو يعني ايه انت شويه. الثانيه بقى ما كانتش انت خالص. زياده على كده حته، ترى لما انت يعني انا لاحظت اول ما انت نسيت الكلمات حسيتك تضايقت يعني عليها، ويعني بعد فتره طلعت عشان تبتسم. صار تفكيري كله انه الناس كلها حتكون مركزه على الغلط ده اللي انا غلطته، فصرت بخلص الاغنيه بسرعه وقت. فترى كل المغنيين يغلطون، فلا تشيل هم، بالعكس خليها بابتسامة وضحكتك وكمل. بتحصل في حفلات وبتحصل في كل حتة. هو بس أنا كنت زعلان شوية الصراحة، لأنه ما كان عندي وقت أتدرب على الأغنية كويس. معلش. زيادة على كذا نقول من اللي عندهم فوكال كوتش أنا هذا؟ عايز بدر. بدر راح يكون معنا في الفوكال، وزينب برضه لازم. بس دي المرة ما حتكون على شيء فوكال، أتوقع حتكون على تعابير الوجه، لأنه هذا شيء يبان يتحكم فيه أستاذ حمدي. هيثم. بتفاجئني كل مرة عن اللي قبلها، بس دي حقيقة. من لبناني لجزائري لمغربي لخليجي لكل حاجة. اتبسطت جدا جدا من البرايم اللي فات ومن غناك ومن اختيار الأغاني، وكنت رهيب. أنا حاليا على مسرح بوليفارد للمواهب غنيت 7 لهجات. والله أنت خلاص عديت. والله انبسطت كثير فرح. أنت عديت. تستاهل. شو؟ عديت يعني عديت، انت خلاص يعني وصلت فوق. عديت يعني انت سوري يس. الحين انا فهمت يعني. يعطيك العافيه. شكرا والله. سوري. الاستاذ فادي ايوه، الف مبروك على الكليب. فيديو كليب جميل، شكلك قمر وشكلك حلو جدا 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 جدا، وبسمه عسل. بس نزل الفيديو كليب، تفاعل كان كثير كبير، وصار جايب فيوز تقريبا 180,000 بأقل من